كل مقتنع ان الركيزه الوحيده للاستقرار في المنطقه هي مصر بالتاكيد. يعني مش صدفه ان الولايات المتحده هي اللي دفعت في اتجاه عقد الحوار الاستراتيجي باسرع وقت ممكن، مش صدفه ان الاتحاد الاوروبي هو اللي يضغط في ترفيع العلاقات مع مصر المستوى الاستراتيجي والشامل، مش صدفه ان قوى كبرى يعني زي الصين زي روسيا الاتحاديه زي غيره الكل بيتحرك في اتجاه تعميق العلاقات مع مصر. وايضا مش صدفه ان مصر هي من الدول القليله جدا في العالم اللي لديها شراكات استراتيجيه مع اطراف، يعني هناك يعني في ظل الاستقطاب العالمي الراهن يمكن اطراف بينها علاقات عداء، ومع ذلك مصر في ظل سياسه الاتزان الاستراتيجي نجحت بالفعل انها تعمل علاقات استراتيجيه مع كل، مش عايز اقول الاضداد، انما الاطراف حتى المتصارعه مع بعضها البعض. ودي حاجه تحسب طبعا للقياده المصريه وللسياسه الخارجيه المصريه.